بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، إن الله عز وجل لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخضب جسيم، عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا، وقلن ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة، وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بدلا. وحملها الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله وباء به بظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مؤونته عليهم وثقله، وصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة لا يتفكرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في هذه الدنيا الفانية الزائفة الزائلة وسرعة رحيلهم إلى الآخرة الباقية. فقد ملكهم باعث الحس وغاب عنهم داعي العقل وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة، فخدعهم طول الأمل وران على قلوبهم سوء العمل، فهم في شهوات الدنيا ولذات النفوس كيف حصلت حصروها ومن أي وجه لاحت أخذوها، إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، ولم يؤثروا عليه فضلا من الله ورضوانا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هل الذي يمشي لا يعرف هدفه ولا يعرف مقصوده ولا يعرف وظيفته، وكلما مشى خطوة انكفأ على وجهه كأنه يمشي مكبا على وجهه، هل هذا أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟
وقديما تعلمنا في الدراسة أن الخط المستقيم هو أقرب الطرق بين النقطتين، وهذا يعني أن من حدد هدفه وأن من حدد وظيفته فإنه يمشي على هذا الخط المستقيم وعلى هذا الصراط المستقيم، لا ينحرف يمنة ولا يسرة. أما الذي لا يعرف هدفه فإنه ينحرف يمينا وشمالا ولا يصل إلى هدف معين، بل هو يأكل ليعيش ويعيش ليأكل، لا يعرف وظيفته ولا يعرف هدفه. كثير من الناس لو سألتهم عن الوظيفة فالذي نظن أنه مستقيم في الناس يقول رب الأولاد، أو يريد أن يهدف إلى أن يترك لهم يعني مالا وأن يطمئن على مستقبلهم. فهل هذه الوظيفة التي خلقنا من أجلها وهل هذا الهدف الذي ينبغي على المسلم أن يسعى إليه؟ لابد أن الوظيفة تكون مبينة في كتاب الله عز وجل، محددة في كتاب الله عز وجل، لأن القرآن كتاب هداية، هدى للمتقين، هداية كاملة للمتقين، وهداية رشاد، هداية إرشاد للناس جميعا، يبين الخير من الشر والهدى من الضلال. فالله عز وجل بيّن لنا أتم بيان هذه الوظيفة فقال عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله عز وجل الجن والإنس إلا من أجل أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، بل أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب من أجل أن يعبد الناس لله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالله جل أرسل الرسل من أجل أن يحرروا الناس من عبادة الأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر والشجر والطواغيت والهوى والشيطان، ومن أجل أن يشرفوهم بأن يكونوا عبيدا لله عز وجل. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصه أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. لأن الذي لا يعفر وجهه في التراب لله عز وجل لو تدبرت في حاله لابد أنه واقع في عبودية غير الله. فالمخلوق لا ينفك من عبودية، إما أن يكون عبدا لله أو عبد للهوى أو للشيطان أو للشهوة أو للطاغوت أو للمنصب أو للشمس أو للقمر. فلذلك العبودية لله عز وجل تشريف وتكريم. أعظم نعمة تمنن الله عز وجل بها على العباد أن أنزل إليهم الرسل بكلمة لا إله إلا الله وتوحيد الله عز وجل، كما تمنن الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة في بداية سورة النحل التي تسمى بسورة النعم، فقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه أول نعمة تمنن الله عز وجل بها على العباد أنه ينزل الملائكة بالروح، والروح هو الشرع. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون روح، أو من كان ميتا فأحيينا. أي إنسان فينا لو تذكر قبل أن يعرف دين الله ويلتزم بشرع الله عز وجل يستشعر فعلا أنه كان ميتا، لأن الحياة ليست الأكل والشرب، هذه حياة البهائم كما قال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الحياة الحقيقية الحياة لدين الله والحياة بدين الله عز وجل. هذه أعظم نعمة تمنن الله عز وجل بها على العباد، وتمت نعمة الله على العباد وكملت نعمته عليهم بتمام التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فنقول الوظيفة هي العبودية لله عز وجل، والعبادة ليست قاصرة على الصلاة والصيام والحج والجهاد والعمرة فحسب، ولكن ينبغي أن تصدق كل حياة الإنسان بطابع العبودية. لابد أن يكون عبدا في سعي على المعاش، إذا أراد أن يتزوج، طالب إذا أراد أن يذاكر، لابد أن يكون عبدا في كل أحوال، فهو عبد لله عز وجل، ولا يجوز للعبد أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذا استحضر نية صالحة في كل عمل مباح، فإن هذه الأعمال المباحة تصير من القربات ومن الطاعات، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي كما يقوم الليل ويحتسب أن ينتظر الأجر عند الله عز وجل، كذلك ينام ويحتسب أي وينتظر الأجر عند الله عز وجل، لأنه ينوي القيام من آخر الليل، وينوي يعني كذلك صلاة الفجر وأذكار الصباح والواجبات التي عليه في اليوم التالي. فبذلك تكون حياة الإنسان كلها عبودية لله عز وجل. طالب يذاكر من أجل إرضاء والديه، ومن أجل أن يكون يعني طالبا متفوقا فيعطي عنوانا حسنا للمسلم الملتزم، فبذلك تكون مذاكرته عبادة لله عز وجل. كثير من الناس يظن يعني أن العبد إذا كان كذلك، إذا كان عبدا في كل أقواله وأحواله، أنه يعيش مكدر الخاطر منغص، لا يستشعر سعادة ولا يحس بفرحة، وهذا الظن ظن فاسد، بل كلما اكتملت عبوديتنا لله عز وجل اكتملت سعادتنا في الدنيا والآخرة، ومهما نقصت العبودية نقصت السعادة في الدنيا والآخرة، كما أخبر العباد والعلماء والزهاد، كما قال إبراهيم الأدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. وقال بعضهم: أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر، ما أزعجني إلا طلوع الفجر. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة كما نحن فيه فوالله إنهم لفي عيش طيب. وكما قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. فنقول: لا يمكن أن يسعد الإنسان إلا هو عبد لله عز وجل. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم، ما قال في الآخرة فحسب، لكن في نعيم في الدنيا، نعيم الطاعة والعبادة والعبودية لله عز وجل، ونعيم الذكر والصلاة، نعيم في قبورهم القبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، بالإضافة إلى نعيم الآخرة. فنقول: وظيفة هي العبودية لله عز وجل، والغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. وإنما قلت ذلك لأن كثير من العبادات بينت غايتها وهي تقوى الله عز وجل، منها الآية التي ذكرناها في بداية سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تصلون إلى تقوى الله عز وجل، لأن التقوى هي علم القلب بقرب الرب، والصيام يستشعر الإنسان هذه المراقبة، وكذلك التقوى هي أن تترك ما تهوى لما تخشى، والصيام أيضا تترك ما تهوى لما تخشى. كذلك يقول عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. الناس يذبحون وينحرون الهدي والأضاحي، والله عز وجل لا يستفيد شيئا، لأنه يطعم ولا يطعم، لا يستفيد شيئا من هذه الدماء ولا من هذه اللحوم، ولكن يناله التقوى منه. مراده أن تصلوا إلى تقوى الله
عز وجل أو تتحقق الغاية وهي تقوى الله عز وجل. أيضا الجوائز كلها في الآخرة المتقين، والآخرة عند ربك المتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، وقال عز وجل الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فنقول غاية الوصول إلى تقوى الله عز وجل، ودائما الوظيفة توصل إلى الغاية، فالعبودية والطاعة لله عز وجل توصل إلى تقوى الله عز وجل، كما قال بعضهم الطاعة تولد القرب والقرب يورث الأنس، والمعصية تولد البعد والبعد يورث الوحش. مثلا لما بيقوم ليلة مثلا أو يجلس في المسجد للأذكار يعني حتى ارتفاع الشمس ويصلي ركعتين، كم يجد من فرحة يعني ومن إقبال على الله عز وجل ومن أنس بالله عز وجل. إذا فعل معصية يستشعر بالوحش بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين عباده المؤمنين، ليه؟ لأن الإنسان لما يطيع ربنا عز وجل يقربه الله عز وجل، فيأنس بالله ويسعد بالله وتقوى بالله، وإذا عصى طرد وأبعد فيستشعر بالوحش. إن العبد ليذنب الذنب سرا فيصبح وعليه مذلة، ومن أصر وما أصر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فنقول إن الوظيفة وهي العبودية لله عز وجل توصل إلى الغاية وهي الوصول إلى تقوى الله عز وجل، فينبغي أن نخرج بهذه الفائدة، وهي يعني ما هي الوظيفة وما هي الغاية. الوظيفة هي العبودية لله عز وجل، والغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ نكتفي بهذا القدر.